عندي مشاركة واحدة السنة اللي قبل هذه في مسابقة المندليف العالمي للكيمياء. الحمد لله على كل حال ما حققت ميدالية، لكن بعدها زادت الهمة عندي وحطيت هدف قدام إني ما أخلص الأولمبياد بإذن الله ولا يكون عندي ميدالية بإذن الله إن شاء الله. رحلتي مع الأولمبياد بدأت قبل 6 سنين، صف السادس الابتدائي. بديتها مع فايق رياضيات، كنت أدخل الدورات الأساسية أول مرحلة لطالب الأولمبياد، بس أبداً ما كان يعني ما كان لي حظ إني أكمل مع الفايق. بعدها شدني تخصص الكيمياء شوي، خصوصاً إن أمي بعد مدرسة كيمياء يعني فموجودة في الدم. دخلت الفايق والحمد لله وصلت للمرحلة الثانية، بس بعدها ما كملت. صف الثالث متوسط دخلت، كانت هذه آخر فرصة وكنت يعني مستعد أتم استعداد. الحمد لله دخلت وكملت معاهم، وهذا أنا جالس الحين على أتم الاستعداد أني أمثل المملكة وأجيب ميدالية بإذن الله. حقيقة موهبة جهزت الطالب أنه ما يكون بس مستعد من ناحية أنه يروح يمثل وخلاص ينتهي مشواره، لا، تجهزك أنك وش بتسوي في الجامعة، خصوصاً إذا كنت بتطلع برا بتعاون مع كاوست. سووا لنا حصص إنجليزي عشان تساعد الطلاب يحسنون لغتهم للابتعاث وإنه يشتركون مع برنامجهم. فبإذن الله أن تكون الخطوة الجاية بعثة إن شاء الله. من ناحية علمية الحمد بفضل من الله صارنا نقدر نحل مسائل ثاني سنة جامعة بدون، يعني أنا طالب ثالث ثانوي أقدر أحل مسائل ثاني جامعة بكل أريحية في تخصص الكيمياء أتكلم. من ناحية أخلاق، من ناحية شخصية، هذا أنا قاعد أتكلم هنا بكل أريحية. وأتعرف على يعني تعرفت في الأولمبياد على عدد كبير من الأشخاص اللي أفتخر صراحة وأعتز بمعرفتهم الحمد لله. هذا كله بسبب توفيق من الله اني دخلت هذا البرنامج العظيم حقيقة. التنافس شديد، بيختارون 4 طلاب من بين 5، الفريق كله متحمس انه يشارك. بإذن الله الفريق كله يتوفق ان شاء الله، ايا كانوا الأربعة اللي بيمثلون ان شاء الله نكون منهم، وداخلين وهدفنا واحد، نحقق الذهبية ان شاء الله. زي ما قلت في البداية انا في الصف الثالث ثانوي، هذه نهاية مشواري مع الأولمبياد، آخر تدريب لي في كاوست. بعدها إن شاء الله يكون المسابقة العالمية على طول بإذن الله. الهدف أني أحقق الميدالية الذهبية وأختم بها مشواري، ويكون ختامها مسك إن شاء الله.